هوسبيتاليتي، وهي كلمة إغريقية تعني الأرض، الأرض الخصبة، الأرض الأم. وهذا الاسم بيرمز لعناصر الطبيعة الأربعة اللي هي التراب، الماء، النار، والهواء. وأول من ذكر وكتب عن العناصر الأربعة هو الفيلسوف اليوناني الإغريقي إمبيدوكليس، وتبناها بعدين أفلاطون وأرسطو. وإمبيدوكليس كان بيعتبر بأنه كل شيء بالكون مركب من العناصر الأساسية الأربعة، واعتبر أنه النمو والزيادة أو النقصان بالطبيعة ترجع لدرجات تمازج هي العناصر الأربعة مع بعضها. فالتمازج الصحيح لهي العناصر بينتج عنه الأرض الخصبة، وبالتالي نمو النباتات وازدهار الحياة، وهذا معنى أرورا. توضيح عناصر الطبيعة بتصميم اللوجو بيأكد معنى أرورا. استوحينا التصميم من الشجرة اللي بترمز للخصوبة والعطاء، ورقة الشجر، والوردة، والكاس اللي بيمثل أساس الضيافة، وبنفس ألوان عناصر الطبيعة الأربعة.